السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام للمتابعين صفحة وقناة مع إيمان حياتنا بكل بساطة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. معاكم إيمان سعيد، كل سنة وانتم طيبين يا رب. النهاردة هنعمل مع بعضينا القرص الطرية المحشية عجوة، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ في أي حاجة نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هبدأ بيها معاكم هي المقادير. معايا هنا دي نص كيلو دقيق، ما يعادل 3 كوبايات ونص. معايا هاخد نص كيس بيكنج باودر، خميرة، معلقتين كبار من السمسم، طبعا تقدري تغيريه وتحطي شمر وينسون زي ما تحبي، رشة ملح، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار سمنة أنا مدوباها، علبة زبادي ما يعادل نص كوباية، كوباية لبن دافية قبل للزيادة، تمام. ومعايا نص كوباية مية هنعمل فيها تيست للخميرة. ومعانا الحشوة. الحشوة هتكون عجوة او زي ما تحبي تحشيها انت. انا اول حاجة هضيف مية هنا حوالي نص كوباية، مش هضيف كتير. تقدري تعجنيها باللبن الرايب، بقت معاكي قرص باللبن الرايب للناس اللي بتحبها باللبن الرايب. هدوب بس السكر الاول وبعدين هفضي فيه الخميرة وهركنهم على جنب. المية دي دافية يا جماعة لحد ما يتفاعلوا مع بعض كويس. هضيف هنا بقى نص كيس البيكنج باودر ما يعادل معلقة صغيرة. بسم الله، هقلب المكونات الجافة كده مع بعض وهنزل بالسمنة. لو هتعملي كيلو حطي على الكيلو من ربع كوباية لتلت كوباية. تقدري تحطي سمنة على زيت، تقدري تحطي زيت بس براحتك. انا هبسها بايدي وعايزاها تبقى زي حبات الرمل كده، عايزه اوزع معلقتين السمنه في الدقيق كله. ببسها بالشكل ده علشان تفرفت معايا وما تبقاش السمنه يعني قطعه كده. بسها واكملها ونرجع نشوفها. بعد ما بسيت الدقيق معايا بصوا عامل ازاي، تحسوا انه مرمل، تمام. هضيف بقى الخميره. بسم الله، كل حاجة لازم تكون دافية، والزبادي معايا بدرجة حرارة المطبخ. اضيف علبة الزبادي او ما يعادل زي ما قلنا نص كوباية. تقدري تشيلي الزبادي واللبن وتعجني على طول بالرايب زي ما اتفقنا. اضيف بقى اللبن تدريجيا علشان نخلي بالنا الدقيق ممكن يشرب السوائل كلها وممكن لا، فالافضل تضيفي السوائل تدريجيا زي ما قلنا. الكوبايه دي قابله للزياده بس ما اظنش ان هي قابله للنقصان يعني. بسم الله كده بقى ابدا الم. انا كده عجنتها خلاص، بتكون معايا طريه بالشكل ده، ادي ملمسها. بصوا طريه بتلزق بس ما بتلزقش في ايدي. بصوا بس هي بتلزق اهي لكن مش بتلزق في ايدي، انا عايزاها بالطراوه دي اهو. السمسم باين فيها ومفتحه وجميله في منتهى الجمال. هلمها كده. بصوا الطبق بتاعها كمان نضيف، هحطها كده في الطبق وهغطيها وهسيبها لمده حوالي ربع ساعه ترتاح. بعد ربع ساعة نرجع نشوفها ان شاء الله، في الوقت ده نكون كمان حضرنا الحشوة بتاعتها. ده بقى شكل العجينة بعد ما ارتاحت، هي بقى لها حوالي نص ساعة يعني اكتر من ربع شوية. زي ما احنا شايفين ما شاء الله تفاعلت كده الخميرة حلوة، حجمها زاد طبعا، كل ما بتخمر كل ما بيبقى احسن. ده طبعا حضرت هنا معايا الحشوة دي عجوة. العجوة دي طريتها بمعلقة سمنة كده على النار وجهزتها كور كده بالشكل ده عشان تبقى جاهزة معايا على طول. معايا هنا بقى دي صينية او صاج اللي تحبيه، دهناه دهنة زيت ومسحاها بمنديل ورق، يعني مش مليانة زيت لدرجة كتيرة قوي، لا لازم تمسحيها يعني تحطي الزيت وتمسحيه تاني. هبدأ بقى اخد كده وافردها
بسم الله، شايفين بفردها كده، وباخد الحشوة كده وببدأ ألم عليها. عشان تطلع معايا مالية الحشوة وجميل القرصة كده، تبقى الحشوة ملياها يعني كده. ببدأ بقى أعملها كده، مدور شوية كده، تدوريها يعني. انت بقى تسويها بايديكي كده وتظبطيها. تمام، هرصها بقى في الصينيه او في الصاج اهي، شايفين اتظبطت معايا وسمكها حلو. هحطها بقى هنا في الصينيه وهكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه. ده كده بقى شكلها خلاص بعد ما قطعتها ورصتها في الصواني. هغطيها وهسيبها ترتاح او تخمر لحد ما احس ان هي تضاعف حجمها، وبعد كده هنشوف ان شاء الله هنعمل فيها ايه قبل ما ندخلها الفرن. ده شكل القرص بقى بعد ما اختمر خلاص. معايا هنا بقى دي ميه بسكر، وحط عليها رشه سمسم بالشكل ده ومدوبهم مع بعض كده. وهبدا ادهن الوش كده بالميه المسكر. اسفل الكاميرا راحت فاصله وانا بتكلم. وهدخلها على الفرن على طول، درجه حراره 180، بتاخد من 10 دقائق ل 12 دقيقه بالظبط. ونرجع نشوفها ان شاء الله بعد الفرن هنكملها ازاي. ده بقى شكل القرص بتاعتنا بعد ما خلصت خلاص وخرجت من الفرن. انا شغلت عليها الشوايه لمده لحظات علشان تاخد معانا الوش الاحمر ده. اول ما خرجت من الفرن هي بتلمع كده ليه؟ اول ما خرجت من الفرن اديتها دهنه من الميه المسكر، شايفين شكلها بيلمع ازاي؟ دي ميه بسكر اللي عليها دي اللي انا كنت دهناها بيها قبل ما ادخلها الفرن، هي هي يعني. تمام، هشوف بقى واحده معاكم اهي، شوفوا قد ايه طريه جدا. نفتحها بقى مع بعض. بسم الله، شايفين الحشوة متوزعة فيها ازاي كلها، علشان خاطر فردناها فيها، فردناها في العجين. شايفين قد ايه شكلها حلو جدا، يعني بصراحة شكلها مغري. ادي شكل القرص معانا. اخدت معايا في الفرن 10 دقايق او حوالي 12 دقيقة بالظبط، وزي ما قلت شغلت الشواية عليها طلعت معانا بالجمال ده. ده بقى كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. هستنى منكم لايك حلو يشجعني وكومنت حلو، وقولوا لي جربتوها وطلعت معاكم عامله ازاي. لو اشتركتوا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تشتركوا فيها. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.